برأيكم أي لعبة في العالم توصل متابعيها إلى درجة عالية من الإثارة؟ حتى نسهل الأمر عليكم، تلك اللعبة تدعى رياضة الكوريدا. إنها مسرحية من ثلاثة فصول يسمى كل واحد منها تير ثيرو. في كل فصل تظهر شخصيات بعينها تؤدي دورها بعناية فائقة لصناعة النشوة في لعبة رهانها الحياة أو الموت لقتل الخصم بالطريقة الأكثر فنية وإرضاء للجمهور. في الفصل الأول تبدأ مناوشات بين ثلاثة توريروس لاكتشاف خصائص الخصم، قوته، انفعالاته، سرعته، عصبيته، تفضي لطعنة غير مميتة. في الفصل الثاني تنتقل المناوشات من جنبات الحلبة إلى وسطها، ثم يغرس البندريوس مجموعة سهام صغيرة في أعلى رقبة الخصم لإنهاكه أكثر. أما الآن فقد حان موعد الفصل الثالث والأخير، حيث يتبختر الموت ملوحا بوشاحه الأحمر. بعد تحية الجمهور يبدأ الماتادور، وتعني حرفيا القاتل في مواجهة كائن يبلغ 7 أضعاف وزنه أو يزيد. ينهي القاتل المسرحية بغرس السيف بين رأس الثور وجسده في مصارعة الثيران. يسقط الثور بعدها تحت ضجيج التحيات للماتادور وإلقاء الورود والمناديل على أدائه. أسقط قواعد اللعبة على الواقع الواقع، ستجد بأن تلك القواعد هيأت كل الظروف لقتل الثور، ما يعني أن القاتل لا يدخل معركة مماثلة إلا وقد ضمن النتيجة لصالحه إلى جانب آخرين تحالفوا معه ومن عينته، وسلاحهم الحيلة وكل شيء قذر. كل شيء هنا مضبوط، ثمة وقت محدود ومساحة معينة تتحرك فيها الأحداث، فالثور ينتهي إلى الموت غالباً، ولكن ليس بأي طريقة. يعاملونه كبطل مقدس ولا يذهبون به إلى المسلخ لاحقاً كي يؤكل، بل يشيع في جنازة مهيبة. الحاضرون فيها هم الجمهور، والمعزون هم القتلة، وحاملون نعش بقية الثيران. هل تريد أن تبقى ثوراً تجر لحلبة صراع ظروفها وتوقيتها لصالح القتلة؟ الأمر لك. المهم أن كل ذلك وأهم من وحي كاتب تحت القسم إلى العناوين.